محمد، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك يا محمد. الحقيقه والله انا عندي مشكله، متجوز بقالي سنه وعندي مشكله ما بيني وما بين مراتي. ايوه. يعني هي مشكله بسبب الذهب وكده، بعد طبعا سنه جواز فجيت الظروف يعني ما بقتش تسمح، فجاي ان انا اطلب ذهبي منها، وهي قبلت الموضوع بموافقه وما كانش فيه اي مشاكل، راحت عند اهلها بقى عشان خاطر تجيب الذهب وتيجي. الحقيقه اهلها بقى رفضوا ان هي تجيب الذهب وكده، وحصلت مشكله، وبعدين رحت اتصلوا بي عشان خاطر اروح اجي اخد الحاجه بتاعتي وكده، فطبعا شدينا مع بعض، وابوها ايه هي انت مفكر حاجتك دي بكام، ومشي اطلع بره وشتيمه ويعني حاجه لا تتخيلها يعني. ايوه. فاخدت بعضي ومشيت وسبت لهم كنت عند بيت ابوها يعني، خدت بعضي ومشيت وكده، ولحد دلوقتي ما فيش اي جديد في الموضوع ولا في اي حاجه، وانا الحقيقه عايز اطلقها بعد سنه. دي سنه جواز. في حمل ولا حاجه؟ في بنت. في بنت ولدت يعني. يعني عندك بنت دلوقتي؟ في بنت. وعايز تطلقها يا محمد؟ ولا جاتش لحظه حبيبي؟ ولا جاتش لحظه واحده حبيبي؟ ولا جاتش البنت في ذهنك كنت عايز تطلقها؟ ما قلتش طب وبنتي؟ طب وبنتي؟ والراجل اللي قال لك، والراجل اللي قال لك امشي اطلع بره، ده ممكن يقول لبنتك لو زعلته في يوم امشي اطلع بره، تطلع البنت لا ليك ولا عليه وتضيع وعادي جدا يعني كانها قطه. ما هو حضرتك المفروض الست بتقف جنب جوزها ده المفروض. بس الواقع يعالج لغايه لما يحصل ده يا حبيبي. الواقع لكن اروح اخد حاجتي اقابل بشتيمه وبقله ادب؟ حاجتك ايه اللي كنت عايزها؟ كنت عايز حاجتك اللي هي ايه؟ الدهب. الدهب بتاعك؟ الدهب الشبكة عشان مزنوق، عايز اعمل يعني. ايوه بس عشان مزنوق مش واجب تستلف، لكن ده حق الرقبه. انت اديتها الدهب ده كان جزء من الجوازه يعني، كان جزء من المهر، فهو بتاعها. مين طيب مين اللي قال لك ان هو وانا بتاعها دلوقتي مزنوق يا حبيبي؟ يعني استنى بس أولى. يا حبيبي روح شوف ابوك وشوف اخوك وشوف الجيران، ما بعد عنها خالص. انت تعرض عليها مجرد عرض زيها زي غيرها، قبلت قبلت، ما قبلتش ما تبقاش زعلان ابدا. وافقت حضرتك؟ وافقت وما كانش في طب اي ماشي، وافقت ورجعت في كلامها، ترجع في كلامها عادي جدا والله العظيم، والله العظيم يا مسلمين كده. هي وافقت رجعت في كلامها هناك من اهلها بقى لما ما ترجع وماله ما ترجع، انت الاساس يا محمد. يا محمد المفروض ما تبصلوش نهائي. هي عادة الفلاحين عندنا بيجيبوا الذهب للبنت عشان يتجوزوها، وبعد ما يتجوزوها باسبوعين ثلاثه هاتي يلا نبيع ونجيب جاموسه. بقت عاده غبره ومنيله ب 60,000 نيله. ده ضلال احنا بنقوله. قال لو استقاموا على الطريقه يا جدعان اهو، هي دي استقامه على الطريقه؟ اديلك وبعدين اخد منك وبيع عشان افك زنقتي لما انا مزنوق من حيث المبتدا بتجوز ليه؟ ما هو قال النبي كده. ده ظروف يا حبيبي يعني، ظروف. اتصرف بعيد عن مراتك يا ولدي، خلي البيت واحة قادرة، خليه ظل ليك، تشقى هناك وتيجي تلاقيش عكارة هنا، انما الدهب مش هيحل لك اشكال، وهتيجي ظروف تانية وهي نفسيتها هتتغير وانت كمان هتتغير، وما تلاقيش حتة كويسة تروحها حنينة. يا المسلمين افهموا كده، اللي يجيب دهب لمراته ده اللي بيسموها شبكة، هي مش نيلة، هي جزء من المهر، بدليل ان محدش هيجوز من غيرها. يعني جيب الدهب يا ما انتش داخل. ويكتب عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد، يا تقف مين وتنيل ايه؟ من قال لك انها تقف جنب جوزها؟ هو احنا مجوزينها عشان تقف جنب جوزها؟ احنا مجوزينها عشان هو يسعدها لما يقع في ازمه تواسيه يعني حته سندوتش، انما تقلع اللي في ايديها واللي في ودانها، وفي الاخر ربنا لما يكرمك ويزيد فلوسك تجيب لها واحده عليها وتقهرها، يا تقعد كل يوم تقول لها هتجوز عليك يا هتجوز هتجوز، ده هي وقفت اهي. يا محمد يا محمد انا عايزك تطلع مني يا ولدي بجمله واحده، اطلع مني بجمله مفيده، ما تبصش لذهب مراتك ابدا، وفي ألف سكه تجيب منها وتتصرف. فتقوم تحافظ، هي لما تلاقيك متبهدل وبتستلف ومحدش راضي يسلفك تقول لك خد، وانت تجيب لها غيره دين عليك. تمام انا عايز تمام دي. شكرا يا محمد. محمد الاولاني.